안녕하세요 여러분, 이지루입니다. 오늘 저희가 فيديو جديد من مطبخ طبخ مع امي. What? من سلسله طبخ مع امي. Yeah! اليوم راح نطبخ اكله جديده واللي هي كوكسو نودلز بارد. نودلز بارد راح نسويه زي السلطه عامل. قبل ما ابدا الفيديو لا تنسوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الاشعار عشان يوصلكم كل جديد، وتشتركوا في قناه نارين وقناه تازم وقناه العيله. بحط لكم في صندوق الوصف، ولو تحبون تدعمون القناه كمان بحط لكم رابط للدعم للقناه. طولت عليكم، يلا نبدا الفيديو. طبعا هذا المقادير اللي هو كوكسو، ثوم، بيضه ما في غيرها، بيضه مسلوقه، هذا كوتشودان، كيمشي اشتريناه، اضطرينا نشتريه من هنا عشان ما في كيمشي، خلصت الكيمشي، وهذا سمسم، وهذا كوتشوكارو خل شمقي كريم اللي هي زيت السمسم شرب. امي قاعده تقطع الملفوف. ايش هذا الملفوف؟ هذا جانبي، جانبي حاجه جانبي. نبغى نسوي اكلتنا يا امي. ايوه يلا الحين عادي، بقطع الجزر لانه بدل الخيار. صح، وهذا انا وانا اكل الجزر. أرنب جنبي. الحين امي قاعده تقطع السلطه. هي ايش فكره السلطه اللي انت قاعده تسويها؟ راح نسوي سلطه هذه الكوريه اللي تجي دائما تنأكل مع المكرونات السريعه. هون عباره عن الملفوف هذا، كوتشوجان، وبصل اخضر. والحين نحط مويه بالقدر عشان نسلقها اول شيء، بعدين تحطوها فيها الكوكسو النودلز الخاص بالكوريين. كوكسو. الحين اخويا هذا جاي يدور من حمودي. حمودي لما يجي يدور بهذا الشكل يعرف انه يدور حاله. في تاسة. الحين حطينا الكنجان بالسلطة. كوتشوجان. سمسم. بعدين خلط 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 هذو؟ ايوه. ياه ما فيهم، لا طعمهم جنن. هذا ورقة شمال ده. ايه نخلطه معه، طعمه حلو. أول حاجة بنحط الثوم، بعدين الكوتشوكارو كوتشوجان، بعدين نضيف الكوتشوكارو بهذه الكمية. خليه خليش تولع اليوم. أمي حاقدة علي، ليش؟ إيش سويت لك يا أمي؟ ولا شيء. وهذا خنجر، وهنا الخل. سمسم مطحون طحناه. شوية طحنا هنا زيت السمسم. هنا راح نحط كيمشي. هذا كيمشي اشتريناه من هنا ترى. احنا خلص اللي في البيت، نبغى نصلح هذا الاسبوع، بس هلا حنصور بوريكم الكيمشي اللي هو ايه حق الصيف، يختلف تماما عن حق الصيف. انا حسب انه نفس الخريف. لا لا لا، حق الخريف ثاني، حتى نفس الثمار حقته ثانيه وطريقه التصليح، بس هم يقعدوا يصلحوا طول السنه. مش حق الخريف. الحين راح احط الكوكسو. هذا شكل الكوكسو، عبارة عن عيدان، عامل زي العيدان. وهنا امي قاعدة تلفلف الاشياء. احط نص على الموية الحار. وين؟ انا كسرته، المفروض ما اكسره. صح؟ اللي تعليين يقولوا لي جالس كسر المكرونة. او ماي جاد، انا ما احب اكسر المكرونة هي. تخيلوا هذا كله بيض لنا، احنا اصطدناه اليوم يعني. صراحة حاجة عجيبة، يعني ناكل من صيدنا، رحنا نتمشى، رحنا نستمتع، صدنا هذا الشيء. هذه الأصداف ترى غالية، قيمتها مرة غالية. وهذا الحين المكرونة نخليه شوية دقايق عشان هي بسرعة تنطهي. الحين سوف أقوم بالمهمة الأكبر، طبعا أمي ما قامت بأي مهمة كبيرة. والله شوفوا الإنجاز. أوه حر حر. هذا نسيبه حاليا، ناخذه ولا لا؟ خذي خذي، ينفع. تعلموا كيف ناخذ هذه. ايه شوفوا الانجاز. بعد ما خلصنا نمسكه، نتاكد مويه بارده. اوه مويه بارده، نجيب مويه بارده مره او ثلج. لا لا مويه بارده بس. كذا لازم نخلط بسرعه. راحت علي، راحت علي. هذه المويه بارده ما تخليها تتعقد مع بعضيها. شو بدات تتعقد بنت الكلب؟ بسرعه لازم، هذه يحتاج بسرعه لانه هي ما تتعقد مع بعضها. نتاكد انه ما في تعقدات مع بعضها. انا اتذكر اشتغلت فتره فيها في المطعم، كانت تقول لي كذا لازم اسوي هذه الحركه. اوه والله صار عندك فكره. على فكره الاول مره تسويها هذه الحركه.
في البيت، عشان اقوله دائما بالمطعم. اصلا ايش فكره الاكل الكوري؟ لما تشتريه في البيت تبغى تقص لحم غالي ومجهود وفكره، اما تروح تشتري برا رخيص. اشوفه عشان كذا بنكهه كوريه لذيذه. خلي ما ينشف شوي، اعملي كذا كذا قلبيك انه ايوه كذا. يلا خلاص فطير هنا. ايه راح نخلط. هاي سو. انت تعرف تسوي هذيك الحركه الجبليه؟ دورها يعني. اي ايوه لما تحطيها بعدين نخلطها مع الصوص كامل. بذوقها بكل شيء، ريحتها قويه يا جماعه ما شاء الله على ريحه جديده شكلها. بتذوقيها؟ اذوقها. طب حلو، الحين راح ننقلها بالصحن، وهذه الحركه اهم حركه. شوفوا لازم تتم هذه الحركه. شكلي يبقى لازم تدورها بس عشان انها كميه كبيره. هذه هم يحطوا بس النفر واحد، هذا حق نفرين. البصل الاخضر والجزر. هذه الاكله عباره عن اكله بارده، تقدروا تسووها تاكلوها زي الكانشي. هذه شكل الاكله، والحين لازم نذوقها. انا الوحيد اللي عبرت اكلي مبسوط. كلهم ما ياكلوا، بس في اكلات ثانيه. الناس ضروا يشوفوا الاكلات هذه الثانيه وياكلوا هذه. ما ناكل. يوجي طبعا تغسل الصفر. سندريلا دائما نسميها سندريلا لان الناس تحب تغسل الصفر كذي. يوجي سي هاي. مالك؟ برشامه. وهذه انا ما قاعده اسوي شيء الا اني ارتبت شويه الصحون شويه وازعجهم واعمل مقالب وحركات. ايوه حركات. نارين خلينا ندفى. لا لا عادي، كور اعملي كور. هلا كورنا بس انا بعطيك الفكره. فكره ثانيه. عارف الحين نخلط الحمص. نخلط الحمص. لا شو بيقولوا؟ مدبقينه هو. صدقت هذه الكلمه. جد مش الفراسه؟ لاول مره اهتم بعمل بحياتي. والاخر مره. لا احنا تاكلنا. كذا عملوا صدق ولا قاعد تخرب من رايي؟ والله يسووا كذا. بس بطاط اكثر. انا كنت ارهس الجلجانة عشان ما تحقدها. والحين يا جين تهرس وتهرس. لا نخلط يا بنتي. تخلط وتخلط. بعدين نجي نعمل. من امس معلقه معاها الصوتيه، وراك لو شافش كان صاحب الزاويه. قالت كثير صح؟ جميله قالت اوه ماي جودنس. شافت هي جد تطلع قالت اوه ماي جودنس يما. يو والله بعطس. لا مويه.